بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين الأخوة المواطنون الأخوات المواطنات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بداية أود أن أعرب لكم باسمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي عن عظيم التهاني وخالص الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأن يعيده الله علينا وعليكم وقد تجاوزنا محنه الحرب التي اشعلتها الميليشيا الانقلابيه على شعبنا منذ ثمان سنوات وهي تهنئه مخصوصه لضيوف الرحمن حجاج بيت الله العتيق وموصوله ايضا للاشقاء في المملكه العربيه السعوديه بقياده اخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان الذين يسخران لخدمه الحقيقي وتامين المناسك اعظم الجهد وكل الامكانيات سائلين الله ان يحفظ ارض الحرمين الشريفين وان يعم الخير والسلام ارجاء بلاد المسلمين عامه كما ازف التهاني الى رجال القوات المسلحه والامن والمقاومه الشعبيه الذين ينتشرون في كل ربوع الوطن دفاعا عن امني واستقرار بلادنا وتقديم التضحيات لاستعاده الدوله والنظام الجمهوري. الاخوه المواطنون الاخوات المواطنات، لقد عدت واخواني في مجلس القياده الرئاسي هذا الاسبوع من جولتنا الخارجيه الثانيه التي شملت الكويت والبحرين ومصر وقطر، وصولا الى لقاءاتنا المثمره مع اشقائنا في المملكه العربيه السعوديه. وقد تم اثناء تلك الزيارات بعون الله حشد الدعم لمجلس القياده الرئاسي والحكومه الذي سيثمر حزمة من المشروعات الموجهه بدرجه اولى للتخفيف من معاناتكم وتحسين الخدمات الاساسيه كما تم مناقشه التسهيلات للمغتربين والجاليات في تلك الدول الشقيقه وقد شرعت الجهات المعنيه في الحكومه باجراءاتها لتنسيق تدفق الدعم بدءا بتمويل حزمة من المشاريع الإنمائية الحيوية التي تم استيفاء جميع متطلباتها في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات بتمويل من أشقائنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما أصدرنا التوجيهات للحكومة وكافة الجهات ذات العلاقة بتسريع الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 900 مليون دولار مقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في وقتٍ استوفى فيه البنك المركزي إجراءاته وإصلاحاته اللازمة لاستخدام الوديعة السعودية الإماراتية البالغة قيمتها 2 مليار دولار. وإننا بهذه المناسبة نؤكد باسم مجلس القيادة الرئاسي لشعبنا وأشقائنا وأصدقائنا التزامنا الكامل بمسار الاصلاحات الاقتصاديه والخدميه والمؤسسيه ومكافحه الفساد وتعزيز قيم الشفافيه والمساءله. ونحذر كافه الجهات من اساءه استخدام السلطه او التقصير في الواجبات المخوله لخدمه المواطنين والتخفيف من معاناتهم وتسهيل وحمايه عمل المنظمات الاقليميه والدوليه. الاخوه المواطنون الاخوات المواطنات ونحن على مقربة من مضي 100 يوم على أداء اليمين الدستورية وتسلم مجلس القيادة الرئاسية السلطة في البلاد. ما زلنا على العهد الذي قطعناه بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والخدمية اللازمة والتخفيف من معاناتكم بما في ذلك إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء وانتظام دفع ورواتب جميع الموظفين ورجال القوات المسلحة والأمن وإعادة بناء وتنظيم المؤسستين الأمنية والعسكرية وتحسين أوضاع منتسبيها ورعاية أسر الشهداء والعناية بالجرحى والنازحين واللاجئين ورعاية طلابنا في مختلف بلدان الشتات ولعلكم تدركون أيها الأخوة والأخوات أنه لا يمكن حل كافة المشاكل دفعة واحدة لكنني سأكون صادقا وشفافا معكم بمختلف الوسائل باننا ماضون في معالجه كافه هذه الاستحقاقات واطلب منكم اليوم الوقوف الى جانبنا والالتحام بمعركتنا المتشعبه باعتبارها الطريق الوحيد للتقدم الى الامام وتحقيق النتائج المرجوه وحمايه اي مكاسب يمكننا معا تحقيقها والبناء عليها وبدءا بتعهداتنا على مسار السلام فقد رايتم كيف تواصل فرقنا ودبلوماسيتنا كشف الوجه الحقيقي للميليشيا وموقفها الرافض لكافه المساعي الحميده للسلام دون تفريطنا بالاراده الشعبيه والثوابت الوطنيه ومرجعيات الحل الشامل. لقد حرصنا واخواني اعضاء مجلس القياده الرئاسي على حمايه توافقنا الوطني العريض والعمل بروح الفريق الواحد والسير على قاعده الشراكه لحسم كافه القضايا المنظوره امام المجلس. كما أوفينا بعهد العمل من العاصمة المؤقتة عدن والشروع التدريجي في إعادة بناء المؤسسات واستقرارها على امتداد التراب الوطني. إن الاستقرار الأمني ما يزال أولوية جماعية قصوى، وقد حققنا تقدما مهما على هذا الصعيد بتشكيل اللجان العسكرية والأمنية وإعداد التصورات المهنية المتعلقه باعاده بناء هاتين المؤسستين الوطنيتين وفقا للمعايير المعتمده ويشمل ذلك العنايه الخاصه باجهزه مكافحه الارهاب والجريمه المنظمه. لقد حرصنا على انتظام دفع رواتب جميع موظفي الخدمه العامه في مناطق الحكومه الشرعيه والنازحين اليها والبعثات الدبلوماسيه وطلابا المبتعثين للدراسه في الخارج وكذلك اخواننا رجال القوات المسلحة والأمن وذلك جنبا إلى جنب مع مساعين المخلصة لإيجاد المعالجات الكفيلة بدفع استحقاقات الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية مؤكدين على ضرورة أن تفي تلك الميليشيات بالتزاماتها المقطوعة للمبعوث الأممي وعلى رأسها الكف عن استخدام الاقتصاد ورقة حرب مدمرة ضد شعبنا كما سعينا بجهود حثيثة على تحسين الخدمات والضبط النسبي لاسعار السلع والعمله الوطنيه بالعمل المخلص والمثابر لكافه مستويات الدوله واجهزتها وسعينا لتوفير عوامل تحسينها وعلى راس ذلك العمل على جلب المساعدات التي ستصل قريبا ونلمس ثمارها على مختلف المستويات وخاصه في مجال الطاقه حيث تم اعتماد انشاء محطه غازيه لتوريد الكهرباء وشبكات الجهد المتوسط والتوزيع الكهربائية للجهد المنخفض في محافظة عدن بتكلفة تزيد عن 150 مليون دولار ضمن حزمة المشاريع المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتعزيزا لهذه الجهود نواصل على نطاق أوسع بلورة السياسات الضامنة في مجال مكافحة الفساد وأجهزة إنفاذ القانون والمساءلة وإيلاء مشاكل القضاء اهتماما خاصا بدءا بتعيين نائب عام جديد للجمهوريه ورفع اضراب القضاه والعمل على تحسين تحصيل الايرادات وتنميتها والاداره الرشيده لها وتوجيه المساعدات الانسانيه الى مستحقيها ومصارفها الحقيقيه كما شرعنا العمل بتعهداتنا في المجالات الاجتماعيه وتعزيز دور المراه والشباب والتوجيه باتخاذ كافه الاجراءات الضامنه لمشاركتهم في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار. يا ابناء شعبنا العظيم ان امه دينها الاسلام ونسيجها العروبه جديرة بالقوه لا بالضعف بالترابط والاصطفاف لا بالشتات والفرقه بالسلام والامن لا القتل والخوف جديرة بالانتماء الى قيم العصر وبهاء التاريخ الناصع العظيم لا ان تغدو ارضا يستبيحها جنون ايران ومطامعها التوسعيه بهويتنا العربيه وامننا القومي واننا بهذه المناسبه نؤكد تمسكنا بنهج السلام ودعم جهود المبعوثين الاممي والامريكي وكافه المساعي الحميده من اجل حل شامل للازمه واستعاده مؤسسات الدوله بناء على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا واقليميا ودوليا ان التطورات على هذا المسار تثبت انحياز مجلس القياده الرئاسي والحكومه الى جانب شعبنا والتخفيف من معاناته وتعريه الميليشيا الانقلابيه التي ليس امامها في النهايه سوى الانصياع للارادتين الشعبيه والدوليه والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنه خصوصا فيما يتعلق بفتح معابر تعز والمحافظات الاخرى ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها من ايرادات ميناء الحديده وفق التعهدات التي قطعتها الميليشيا للمبعوث الاممي والكف عن التكسب من اقتصاد الحرب وفرض الجبايات على المواطنين وابتزاز القطاع الخاص والمنظمات الانسانيه ان هذا الامر يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي وميثاق الامم المتحده وممارسه اقصى الضغوط والمواقف الحازمه لدفع الميليشيات على التعاطي الايجابي مع الفرص السانحه لصنع السلام، وانهاء معاناه شعبنا التي طال امدها، وانني اغتنم هذه الفرصه للتعبير عن امال شعبنا ومجلس القياده الرئاسي في ان تفضي القمه العربيه الامريكيه التاريخيه التي تستضيفها مدينه جده هذا الشهر، الى تنفيذ القرارات الامميه، واحداث التحول الدولي المطلوب ازاء القضيه اليمنيه العادله، وتقدير المواقف المشرفه التي صدرها تحالف دعم الشرعيه بقياده المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده في الدفاع عن الشرعيه الدستوريه وعن استقرار بلادنا وتامين خطوط الملاحه البحريه ومكافحه الارهاب بكل اشكاله. لقد عبرنا مرارا عن خيبه املنا من غياب شريك جاد لجلب السلام والاستقرار لبلادنا، ومع ذلك لم نتردد للتعاطي مع أي فرصة حقيقية باتجاه السلام المنشود الذي يضمن حقا متساويا لكل أبناء الشعب في الحقوق والحريات والمساواة والتوزيع العادل للثروة والشراكة المتساوية في السلطة واستعادة بلادنا لدورها في الجزيرة العربية والخليج وكعضو فاعل في الأسرة العربية والدولية ونحن نمضي في هذا الدرب من أجل السلام فاننا سنوفر كل عوامل القوه لحمايه ذلك النهج الثابت في برامجنا وتعهداتنا بما فيه تعزيز جاهزيه قواتنا المسلحه والامن وابطال المقاومه الشعبيه واستعدادهم الكامل لردع اي تصعيد عدائي من قبل الميليشيا الحوثيه والجماعات والتنظيمات الارهابيه المتخادمه معها. اخواني المواطنين اخواتي المواطنات، تعلمون ان مقر الرئاسه في معاشيق في العاصمه المؤقته عدن، ليس قصرا بالمعايير المتخيله بل معسكرا رئاسيا وحكوميا للعمل على مدار الساعه لان المرحله فيها الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصاديه والامنيه والاجتماعيه ولكننا اقسمنا ان نكون الى جانبكم في السراء والضراء وعدم العوده الى الفراغ الذي تدفعون تكلفته وحدكم في كل مره لقد عانيتم كثيرا بالفعل ولكننا اليوم معكم وسنمد ايدينا لكل الذين يريدون العمل الى جانبنا في مجلس القياده الرئاسي والحكومه للتخفيف من معاناتكم وتحقيق تطلعاتكم وتجاوز ما نحن فيه. سنستمد قوتنا من صبركم وتضحياتكم من الشباب الذين لا يكترث الانقلابيون لمستقبلهم ومن المراه التي ينكرون حقوقها ومن النازحين والمشردين واللاجئين في كل مكان. ومن ابطال قواتنا المسلحه والامن والمقاومه الشعبيه، المرابطين في الصحاري والجبال، الذين اثبتوا ان ست عقود من الحريه والنظام الجمهوري لا يمكن اعادتها الى الوراء، ومن اشقائنا الذين سطروا معنا ملاحم تاريخيه، ومن علمائنا المعتدلين في كل مكان، الذين انتصروا لقيم السلام في التعايش والمحبه والامنيات بالخير والصلاح. لكل شعوب العالم عيد سعيد وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته